السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة أسم الجزائري. قبل ما نبدأ وصفتنا تاع نهار اليوم، مدى بكم تحطوا لي تعليق وبارتاج وإعجاب، خلوا الفيديو يطلع شوية، راهي الفيديوهات كامل هبطت أسفل السافلين. يعني الواحد المورال تاعو يهبط كي يشوف فيديوهات ماهيش طالعة ولا ماكاش تفاعل كبير. نبدأ وصفتنا على بركة الله. اللي هنا عندنا ماسدوان نتاع الخضروات، كاين ماسدوان نتاع الرز، وهذه ماسدوان تاع الخضروات اللي قليل 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 فيكم اللي يعرفها، وبنينة بزاف وتبرد على القلب، وكذلك راهي كما نقولوا حنايا تحمر لكم وجوهكم قدام ضيافكم. نبدا وصفتنا على بركه الله. عفوا، هنا عندي كميه تاع الجلبانه، عندي حبه تاع البيض، عندي حبه تاع كورجات ولا هي جريوات مقطعه مربعات صغيره، حبه تاع جزر ثاني كبيره شويه اللي قطعتها مربعات صغيره، وكذلك حبه بطاطا اللي مقطعه مربعات صغيره. يعني هذه الخضروات تاعي كامل مقطعين تقطيع يعني صغار، يعني مكعبات صغيره ولا مربعات صغيره. نحطهم في ماء يكون سخون شويه، يعني سخنته، ونحط في الخضروات تاعي باش يحافظوا على اللون تاعهم. دائما الخضروات تاعكم كي تغلوهم غلوهم في الماء يكون سخون باش يحافظوا على الخضروات. درت لهم شويه تاع الملح وخليتهم يطيبوا، ما يلزمش يطيبوا بزاف بزاف ولا يتراو. هنا عندي القرنون تاعي اللي كان انا قرنون شريته ذاك الرخيص كامل، يعني تلقاه بسومه رخيصه شغل من برا من الذبال، ولكن احنا نحتاجوا للقلب تاعو. القلب تاعو هو الصح، ماشي الورق اللي برا. غليتكم راكم تشوفوا حطيت فيه طبسي باش ما يطلعش ويطيب كامل مره واحده. هنا بعد ما طابوا الخضروات دخلهم مطياب، واش درت؟ كترتهم في الكسكاس وبردتهم بالماء يكون بارد باش يشدوا الشكل تاعهم، ولكن نقولوا حنا لافورم تاعهم باش ما يتبزطوناش، ولكن نقولوا حنا ما يتهرسوناش، يقعدوا دائما شادين لافورم تاعهم. بعد ما قطروهم مليح مليح، انا كنت حطيتهم في الثلاجه بعد مده من الزمن، يعني تقريبا وقت التقديم تاعهم، خرجتهم حطيتهم في صحن غامق كما راكم تشوفوا فيه. هنا القرنون تاعي كذلك بعد ما تغلى لي قطعته مربعات صغيره، جبت القلب تاعو. هنا درت جوج حبات تاع البيض اللي قطعتهم كذلك تقطيع عشوائي مربعات، مهم قطعهم خلاص. كميه تاع المعدنوس، هنا ربع حبه تاع بصل مفرومه فرم ناعم يعني مقطعه صغيره خلاص. عندي كميه تاع المايز، هنا واش عندكم خضروات حطوا. عندي كميه تاع ربع حبه تاع خيار، يعني تقدروا تنقصوا حاجه ولا حاجتي من هذه الخضروات، ولكن راح تقعد لكم ماسدوان نتاع الخضروات، يعني راهي هايله وصحيه وبنينه بزاف بزاف. يعني بدل ما نديروا الروز نديروا معاه الطون، نديروا معاه كذا وكذا كل ما مش لاحق باش يخدم هذا السلطه. يعني هنا عندي المايونيز، المايونيز ماذا بكم تستعملوا المايونيز اللي تكون الذوق تاعها مليح، لانه راح تعطيكم طعمه مليحه ولبنه مليحه. واللي حاب يعمل المايونيز الصحيه اللي فيها بيض مغلي وزيت زيتون ولا زيت ويرحيهم مع بعض، هنا تحصلوا ومع علبه ياغورت طبيعي تحصل على مايونيز صحيه ويخلط مع بعض، هتكون لكم السلطه تاعكم حتكون صحيه اكثر واكثر. هنا عندي المول العجيب اللي نقدم فيه، اللي كان عندكم المول هذا، المول تاع المسكوتش اللي يجي مدرج كما تاع الفلو، استعملوا فيه واش عندكم استعملوا يعني كتقديم لهذا السلطه. كما راكم تشوفوا هنا عمرت الصحن نتاعي وضغطته جيدا، وهنا على فكره المول تاعي كنت شمخته بشويه تاع الماء، علاه؟ باش كي نقلبوه في الطبسي بهذه الطريقه راح بالخف يتنحى لنا، ما يتسقناش ولا كما نقولوا حنايا ما يتكسرش. شوفوا هنا يقعد هذاك الفراغ اللي يجي لداخل، هنا شويه لصق ولكن عادي، لكن احنا احتجت هذاك الشكل نتاع المول العجيب. شوفوا الداخل كيف جاي فارغ والاطراف جاي طالع سير داير. هنا راح نروحوا طريقه التزيين نتاعنا. على ذكر طريقة التزيين تاعنا اللي راح نديرو فيها هنايا، شوفوا عندي ربع راس نتاع شلاضة، يعني وريقات برك تاع شلاضة اللي قطعتهم تقطيع يكون رقيق خلاص كما راكم تشوفوه كما راكم تلاحظوا. ومن بعد نحطهم ساير داير على هذا المصدوان تاعي تاع الخضروات، وهنا راح نوريكم كيفاش نخدموا الزهرة بالطماطم أو بأشكال أو بخضروات أخرى. بهذه الطريقة نحكموا الطماطم تاعنا، نقطعوها لازم يكونوا شرائح يكونوا رقاق خلاص، وماذا بكم الطماطم تاعكم تكون شادة روحها باش علاه كي تخدموها ما تخسر لكمش، ولكن هذوك الشرائح يجوا شابين. نحوك الاطراف ونبداو نفتحوا في هذوك الورقه تاعنا كما هذا، شوفوا على هذا الشكل نبداو نلفوا فيها. نحاول نوري لكم بالاصبع تاعي، ندخل هذيك القطعه شوفوا كيفاه، ونبداو نلفوا هذا الزهره تاعنا نتاع الطماطم. كذلك نخدم زهره بالباتي، وكان راح نخدم زهره كذلك بالكاشير باش نزين بهم هذا الماسدوان تاعنا تاع الخضروات. تقدروا التزيين اختياري، قلت لكم تزينوا باش بغيتوا، من الفوق تحطوا مثلا بيض مغلي، تحطوا اي حاجه هكذا باش تزينوا بها هذا السلطه تاعكم. تحبوا تحطوا غير الطماطم هذه في الوسط، ومن بعد ديروا عليها ساير داير بالبيض مغلي.
انا كان كي عاد عندي الباتي وعندي الكاشير زيت استعملتهم الفوق برك باش نزينوا ونبهيوا هذا الشلاضه نتاعنا بالاخص كي يجونا اضياف رايحين يتشهوها ولا اهل البيت يعني لبيتكم لما لا لوليداتكم لاسرتكم تخدموا حاجه تشب كما نقولوا حنايا تشهي العين وشابه ومتتكل والله العظيم انها سلطه تتكل عن صح تتكل. نسيت كذلك باش نقول لكم السلطه كي تخلطوا فيها ديروا لها شويه ملح وشويه فلفل اسود اذا حبيتوا ديروها في فلفل كحل ديروا شويه فلفل كحل وشويه تاع الملح باش ما تجيكمش مسوس. انا هذوك نسيت باش نقول لكم عليهم. هنا زينتها بورقه تاع السلطه عفوا بحبه البيض الاخر يعني درت ثلاث حبات على البيض زوج خلطته معهم وحبه الاخيره قطعتها الى شرائح. هنا في وسط الحب في النواره التوعي تاع الباتي وكاشير والطماطم اللي حطيت فيهم حبيبه تاع الزيتون هنا الخيار كنت نحيت له القلب تاعو وقسمته على نصفين بالطريقه وبديت نخدم فيه كانه السلسله ساير داير على هذا السلطه نتاعي. التزيين قلت لكم يولي اختياري زينوا في الطبق اللي حبيتو حطوا وين حبيتو واش كان عندكم مكونات خضروات في الدار استعملوهم. انا هنا السلطه واش كانت عندي استعملت في هذا السلطه ما حبيتش ندير لكم الطوفيه الداخل ما حبيتش ندير لكم جبن تاع الطري الداخل لانه على بالي حتكون مكلفه اكثر واكثر وكل واحد حسب مقدوره وانا كذلك في المطبخ ندير واش عندي ما لازمش نكلف روحي اكثر واكثر ولكن تكون ماكله بنينه ونظيفه ومنقيه ما شاء الله كما راكم تلاحظوا فيها خاوتي خياتي. ان شاء الله على هذه السلطه ديروا تقييمكم عليها على 10 شحال تمدوا لي فيها وكذلك ما تنسوش بالبرتاج والإعجاب وتعليق تاعكم شابين رائعين وماذا بكم تجربوا هذه الوصفة أكيد راح تعجبكم بزاف بزاف. وش نقول لكم البنة وحدها تهدر البنة تهدر والبنة دائما نقول لكم أنا ما قلتش قال قلت بنينا بزاف تلوفاتكم بزاف بزاف سلام.